برضو خبر أكثر طرافة، تحافظ على حجر أثري. حجر أثري كان بيستخدم في تقطيع الكرشة والكوارع في المحلة. أصدر تامر أبو النجا رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية امبارح توجيهاته إلى سعد نصر نائب رئيس مجلس المدينة بالتحفظ على حجر أثري في قرية محلة أبو علي ونقله إلى متحف الحجارة كي يكون مزار لكافة أبناء ومواطني المحافظة. صدفة بقى قادت العشرات من أهالي ومواطنين قرية محلة أبو علي بدائرة المركز في إن هم لقوا الحجر ده أثر، لقوا على الحجر حاجة رسم فرعوني كده، أثر فرعوني داخل سوق الكرشة والكوارع بالكوبري المقابل بمجمع المحاكم ونيابات المحلة. تلقى العميد علاء الغرباوي مأمور مركز المحلة بلاغ من أهالي قرية محلة أبو علي بدائرة المركز بالعثور على حجر صخري ارتفاع حوالي 85 سنتي وعرضه يقرب من 124 سنتي داخل سوق بيع اللحوم الكرشة والكوارع ولحمة الراس والحاجات الحلوة دي، حيث كان يستخدم في تسهيل تقطيع. هم حاطينها وبيقطعوا عليها الكرشة والكوارع. تم تشكيل فريق من هيئة الآثار بإدارة سمنود بمحافظة الغربية، وكشف أعضاء اللجنة إن الحجر الصخري الأثري ده بيعود عهده إلى الأسرة الفرعونية 30، تم إيداعه بمعبد نوريس شو بسمنود حيث كانت سمنود عاصمة لمصر الفرعونية في ذلك الوقت، وكان بيطلق عليها تب نثر معنى السور المقدس قبل موضوع الكرشة بقى.